السلام عليكم. الكوميديا السياسية الساحرة الساخرة، هذه القوة الرائعة التي تعبر عن مشاعر الرأي العام لتعزيز الثقافة المتحضرة وفكرة المواطنة للجمهور، وذلك بإثارة النقاش السياسي لجذب الجمهور إلى عالم السياسة بمهارة وإبهار، هكذا عرفت أو هكذا قيل عنها. مع هذا الواقع المتصالب في العمى وهذا الضجيج، يأتي من يسخر من كل ذلك بلا مبالاة تارة ونرجسية متعالية على الجراح تارة أخرى فنضحك. إنها أحد أكثر فخاخ الديمقراطية نعومة. كيف تنامت هذه البرامج وأصبحت تحظى بمساحة جماهيرية وشعبية واسعة؟ هل لكونها تقدم نقداً لاذعاً بأسلوب ساخر تجاوز الخطوط الحمراء ونقلت أفكاراً ومضامين لم تصلها البرامج السياسية الجادة؟ أو لأن هذه المساحة من النقد تقدم بأسلوب فني خلخل رتابة البرامج السياسية؟ من البرامج اليمنية الساخرة التي يرى أنها أثرت في الوعي الشعبي برنامج عاكس خط وبرنامج ولا نخس وبرنامج غاغة وغيرها من البرامج التي ربما يختلف مضمونها وطريقة أدائها، ولكنها تتفق جميعا أنها تحظى بإقبال شعبي ملفت رغم غياب المؤسسات المهنية في هذا المجال، إلا أنها باتت تشكل حضورا جماهيريا كسلاح مقاوم وجريء في مواجهة الطاغي والمستبد. وتزامن حضورها مع بداية ثورات الربيع العربي الذي عزز من حضورها في الشارع العربي واليمني خصوصا. مشاهدينا الكرام، عن الكوميديا السياسية وأثرها على الوعي الشعبي في اليمن ستكون حلقتنا لهذا المساء مع ضيفنا هنا في الاستوديو الإعلامي محمد الربع، وسينضم آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الأنوار. أهلا بك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. قبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ارتبط الفن السياسي الساخر في اليمن بميلاد الحركة السياسية العلنية منذ الوحدة السلمية التي فتحت أفاقا لحرية التعبير وحق تكوين الرأي وحرية الإبداع، على الرغم من عدم توفر فرص الدعم والإسناد لحالة الإبداع ذات الاتجاه السياسي. الوعي الشعبي في اليمن هو الآن تأثر بالفن السياسي الساخر أكثر من تأثره بالوعي النخبوي على كافة المستويات. لعبت أشرطة الكاسيت الساخرة دوراً فاعلاً وحيوياً في تشكيل الوعي الشعبي المعارض، خصوصاً مع بروز ثنائية فهد القرني ومحمد الأضروعي إلى واجهة الفن السياسي الساخر أول الألفية. مع ظهور الإعلام التلفزيوني تطورت السخرية السياسية التي كانت تقتصر على أشرطة الكاسيت والمهرجانات والأمسيات إلى الحالة المرئية التي قدمت قالباً جديداً قائماً على المقاطع المصورة واللمسات الفنية، وهي وإن كانت تفتقر إلى الإمكانات إلا أنها شكلت إضافة نوعية حقيقية. البرامج الساخرة في اليمن حققت رواجاً واسع الانتشار وبالذات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت فيها عدد المشاهدات إلى مئات الآلاف، وتجاوزت بعض المشاهدات على اليوتيوب المليون مشاهدة، كما في أغنية محمد الأضرعي إشعاعات تشتي مننا. برنامج عاكس خط للفنان محمد الربع، وبرنامج ولا نخس للفنان كرم بحشوان، وبرنامج غاغا للفنان محمد الأضرعي، ومسلسل أنا أشتي أفهم للفنان عامر الرجوي، أبرز ملامح الفن الساخر في اليمن الذي يحضر في الوعي الشعبي كحالة فنية لا تخلو من نبرة الاحتجاج على اللحظة اليمنية الراهنة منذ الانقلاب والاجتياح. بحسب متابعين، يعود سر انجذاب الجماهير لهذا النوع من الفن إلى كونه شكلا جديدا من أشكال الاحتجاج على الظلم والقهر السياسي، الأمر الذي ضاعف من حجم تفاعلات الجماهير وردود الأفعال الإيجابية، وعزز حضور هذا النوع من الفن في الذاكرة الشعبية، وتنامى حضوره بشكل واسع في العقود الأخيرة، وبلغ ذروته في الثورة الشبابية الشعبية إلى مقاومة الانقلاب والاجتياح. إذا محمد، يعني بداية يقول الأديب الفلسطيني غسان كنفاني معرفا السخرية السياسية بأنها ليست تنكيتا سخيفا على مظاهر الأشياء، ولكنها تشبه نوعا خاصا من التحليل العميق. أنت كيف تعرف الكوميديا السياسية؟ أولا شكرا على الاستضافة. الكوميديا السياسية فن ومنصة جديدة وليست جديدة في، لكن جديدة على واقعنا، لكنها قديمة وبدأها البريطانيين ثم الأمريكان وغيرهم. فن السخرية هو يقال أنه إذا وجدت الشعب أو الناس تكثر من صناعة النكتة، فاعلم أنهم وصلوا إلى حد كبير من اليأس والإحباط. هي عبارة عن تنفيس وعن يعني إخراج ما بداخلك على شكل نكتة.
احنا في اليمن النكتة ليس مجرد نكات للإضحاك، ولكن نحن نسخر من أوجاعنا. يعني انا احيانا اقول لبعض الشباب، قال اقول لهم نحن مثل الذي يضع الملح على الجرح لاجل يكتشف الالم. نحن يعني نقدر احيانا ساخر ولادع، ولكن الهدف الرئيسي هو تصليح الاخطاء وتسليط الضوء على المشاكل الموجوده في المجتمع. الكوميديا في اليمن وفي الوطن العربي بشكل عام هي اداه من ادوات الاصلاح، وادوات من ادوات الفن، وهي اداه من ادوات يعني احيانا تخاطب العقل من اجل تثير حيرته، وتخاطب العقل القلب من اجل تثير غضبه. فنحن بالكوميديا يعني احيانا انا اردد دائما، نحن لا نسخر من اوطاننا، ولكن نسخر من يعني دمروا هذه الاوطان، نسخر ممن جعلونا مسخره بين الامم. فالكوميديا ليست مجرد اداه للاضحاك بقدر ما هي وسيله واطار معين لتوصيل الرساله والهدف. طيب يعني افهم من كلامك محمد ان مهمه هذه البرامج هي مهمه يعني تحمل في طياتها رساله، ل يعني رساله سياسيه يراد ايصالها. انا دائما اقول انه انا لست يعني هدفي الاضحاك، دائما انا لدي اسلوبي الخاص مثلي مثل بقية الآخرين. فالخطيب له أسلوبه، وللشاعر له أسلوبه، وللمذيع له أسلوبه، وللعالم له أسلوبه في إيصال الرسالة. نحن لنا طريقتنا وأسلوبنا في إيصال الرسالة للناس، وهي أن تجعله يضحك من مآسيه. يعني بدل ما تقول له أنت بيقتلوك، هو عارف وقد شاف الأخبار وشاف الغلاء والوضع والأشياء التي تهمه ويعاني منها. نحن نقولب هذه المواد وهذه الجراح ونجعلها مادة سهلة يتناولها بشكل بسيط. ميزة الكوميديا الساخرة أنها لا تخاطب النخبة زي بقية البرامج، هي تخاطب النخبة والعامة والفئات حتى الأمية والغير متعلمة. هي ميزتها أنها توصل إلى أكبر شريحة ممكن بسبب الإطار، ومتابعينها أيضا من الكبار والصغار. نعم، يعني ومتابعينها من الكبار والصغار، والسبب يعود إلى أنك تنزل إلى مستوى الناس. يعني أحياناً فالإعلام يقولوا لا، أنتم تخاطب ارفعوا الناس إلى مستواكم. نحن قلنا لا، سننزل إلى مستوى الناس ونرفعهم تدريجياً إلى أن يعني يتوعوا ويفهموا بالقضية. يعني في النهاية محمد، يعني الفكرة أنه أنا كلما يعني خاطبت أوجاع الناس ولمست مآسيهم، بالتالي أنا أصل إلى مستواهم أياً كان. نعم، كانت الرؤية. طيب يعني أنت في برنامج عكس خط، يعني هذا البرنامج احتوى المضامين سياسية واجتماعية، يعني هل تجد أن هذه الأفكار وصلت للجمهور وأثرت به؟ خاصة يعني تقريباً أنت بدأت في 2011، وكانت كان البرنامج في بدايته صدمة للجماهير انه بهذا الشكل بهذا الكاركتر بهذا الاداء يتم توجيه النقد بهذه الصوره اللاذعه. نعم، انا قد اكون من يعني كم في فن وهو الغنائي، سبقني فيها الاستاذ محمد الاضرعي وفهد القرني واخرون. انا دخلت في مجال البرامج السياسيه الساخره والناقده، كانت زي ما تكلمتي كانت اول يعني الناس ما تتوقعوش انك تناقش مثلا، كان عباره عن رد لعبد الجندي. نعم، في عندما كان ينتقد ويقول ويسخر بطريقه ويسخر من الجثث ان جثث جاهزه وكذا. فكنت انا اتكلم، كنت اقول لابد من خاطبه الناس بهذا المستوى، لازم ننزل الى مستوى الناس زي ما عمل عبد الجندي. فكانت الهدف انه نرد على خضاب واحد، قالوا خلاص انت يا محمد تكفل اعمل ما ينفع. فعملت الحلقه، لقت رواج كبير وانتشرت بشكل كبير لانها بسيطه وسهله يعني الفهم. لا تحتاج الى تعقيد، لا تحتاج الى ذاك اللغه، يعني خصوصا احنا نزلنا بلغه الشارع وهي اللغه العاميه. نعم، فكانت بدايتنا في 2011 صح. يعني احيانا كان نتنكم من المصاعب اللي انت انه كيف يعني مثلا المصريين بدات البرامج السياسيه الساخره بالذات والنقد اللاذع للسلطات بعد الثوره. احنا بعد ثوره يناير احنا كنا ننتقد والبرنامج ماشي والحرس الجمهوري مطوقنا من كل الجهات وما زال علي صالح يحكم. صحيح، فكانت اكثر خطر، ما كان فيش معانا الا متر او يعني 2 كيلو او 3 كيلو متر مربع في الساحه فقط. فكنا
يعني ننتقد بهذا في مجتمع بيفتكر انه ما زال بيصور ان السلطه هذا والحاكم الذي يقول عليه نبي والذي يقوله من الخلفاء الراشدين، وانت فجاه تنتقد من هذا الشخص وتقول لهم لا هذا هو بشر مثلكم، بل بالعكس يمكن اسوء، يعني اسوء يمكن، وفي منكم من هو المتعلم والافضل. فكان انتقادنا للأشخاص كان يقولوا لا هذا أنت بتخاطر نفسك، وناس يقولوا لي أنت بتلقي نفسك إلى التهلكة. كنت أقول إذا سكتنا كلنا من يتكلم؟ فلازم واحد يتكلم، واحد يعدل، واحد لأجل يعني تصلح العملية والحياة في بلادنا وتحل القضايا. يعني بعض الناس يقول لا أنت بتشوه ببلادنا. كنت أقول لا، إحنا مثل المريض، لو بيجلس يقول لا مشتيش أتكلم أكلم أحد عشان لا أشوه سمعتي أنني مريض لن يتعالج. نحن بحاجة إلى أن نعترف بأخطائنا، نسلط الضوء على السلبيات، نتكلم عن الخطأ من أجل إصلاحها، أما دفنها فلا ينفع. طيب برأيك محمد، يعني انجذاب الجمهور لهذا الشكل من البرامج، هل لأنه وجد أنه نوع من تنفيس من القهر ونوع من تقارب يعني ربما الاحتجاج وضد الظلم والاضطهاد والفساد السياسي أيضا؟ المواطن يشاهد لهذه البرامج عندما تكون يعني ما فيش باليد حيلة مثلا، فالمواطن أحيانا قمعك فلان أو ضهدك أو أخذ راتبك أو كذا، فلا يستطيع أن يثأر من هذا الشخص، يشوف في هذه البرامج اللي تسخر من هؤلاء الفاسدين أو الدكتاتورين أو الظلمة كأنه بينصف له، كأنه شخص أتى يشفي غليله من هذا الشخص. أنا أتذكر قصة، أتاني واحد ضابط في الجيش مقدم، هذا في عام 2012، جلس يبحث عني فترة ويأتي إلى مقر العمل ضروري أشوف محمد، كان يقول أش تشتي من محمد، كان يقول ضروري أشاهد، ضروري خلوني أقابله. فأنا هم قالوا لي خافوا علي، قالوا يمكن في شيء قصته شيء، قلت يا جماعة خلونا أقابله أش فيها. قابلته أول ما شافني قرح بكاء، يبكي يبكي يبكي، وكان يبوسني في راسي ولا قال ولا كلمة. كنت احاول اشوف ايش الذي في داخله، ليش بيبكي؟ بكى وسلم عليه ومشى، ولا عرفت ليش بيبكي وليش جاني. انا فسرتها قلت يمكن هذا انني تكلمت على لسانه في شيء، او انني يعني انصفت له وتكلمت عن شخص فاسد او كذا، ما اتى الى 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 انه تاثر ويعني وحس انني قمت بدور كان نفسي يقوم به. طيب محمد، ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ ايمن نبيل الكاتب والباحث من المانيا. مساء الخير استاذ ايمن. مساء النور استاذ آسيا، اهلا بك وبضيفك الكريم. اهلا بك ايمن. استاذ ايمن، يعني قيل ان الهدف من السخريه السياسيه هو توجيه رسائل يعني ناقده لسلبيه الواقع، انت كيف تنظر لواقع هذه البرامج السياسيه وما هو مستقبلها؟ طبعا البرامج السياسية هذه يختلف مستقبلها ويختلف حاضرها باختلاف البيئة. يعني البرامج الكوميديا السياسية والسخرية السياسية في بلدان فيها نمط رأسمالي عادي وشركات كبرى وأيضا كوادر مؤهلة بالمستويات التقنية، يصبح مستقبلها يعني جيد ومستواها أيضا عالي. لكن في البلدان مثل اليمن حيث يعني رأس المال والفلوس ما ليس هناك يعني استثمار كبير في أمثال هذه البرامج، تصبح المسألة مستقبلها يبقى غامض وإمكانياتها متواضعة. ولكن الوظائف تقريبا تصبح هي نفس الوظائف، خاصة في دول سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية، ولكن في الدول غير الديمقراطية طبعا تصبح السخرية ثمنها أغلى ووظيفتها أعلى، هي نقد الواقع السياسي، أيضا يحمل أيضا رسالة تنويرية إذا كان الساخر أو المؤدي عنده وعي كبير ومتنور يعني مثقف. لأنه أحيانا كثير يبقى الكوميدي الفنان الساخر أحيانا يسقط في الشعبوية، يعني يسقط في طائفية مثلا أو في نزاعات من هذه إذا لم يكن شخصا يعني مثقفا واعيا ومدركا لأهمية رسالته. طيب يعني هل تأتي هذه البرامج كرد فعل عن الأنظمة القمعية أو الرتابة السياسية أيضا، يعني حتى على مستوى طبيعة المواضيع التي يتم تناولها، جرأة تناولها، الطريقة أيضا لتناول هذه المواضيع؟ طبعا من قبل كان في قبل ما تنشأ التقنية هذه، حتى من قبل أن يتوغل رأس المال ويصبح هناك قنوات، وكانت الدول الخاصة، نحن الآن نتحدث عن العالم العربي واليمن تحديدا، في الفترة السابقة عندما كانت الدولة تحتكر قناة واحدة
وعندما كان الأمن الوطني والأمن السياسي بعد ذلك يسيطر على كل كبيرة وصغيرة ولديه مراقبين في الصحف وإلى آخره. في تلك المرحلة لم تكن هناك إمكانية كبرى للنقد، يعني فما بالك أنت السخرية، يعني النقد المحترم نفسه كان ممكن يودي الواحد في داهية، فكيف إلا بالسخرية وال يعني ومحاولة تحطيم هذه الأصنام الكاذبة يعني. ولكن بعد ذلك عندما ظهرت التقنية الجديدة هذه، ظهر اليوتيوب، ظهرت هناك إمكانيات وقنوات أخرى مكنت الكثير من الناس الموهوبين حتى بإمكانيات بسيطة على الأقل في البدايات بالإمكان أن يعني يقوموا برد فعل محترم ومعتبر ويعبروا عن نفسهم وعن جيلهم. يعني زمان كان أكبر فعل ساخر ممكن يعمله شخص ضد السلطة أن يرسم كاريكاتير، لكن الآن في ناس برامج، في معهم برامج في قنوات تستضيفهم، وفي ناس معهم قنوات في اليوتيوب مثلا. يعني المسألة كلها تتغير بتغير الواقع والإمكانيات، ولكن بصورة عامة تبقى الوظيفة هي واحدة. المهم في السخرية بالإضافة يعني النقد الصارم للأنظمة طبعا أمر مهم، والمفترض أن يقوم به ناس مثقفين كبار ولناس مسيسين وقوى كبرى، ولكن السخرية بالإضافة إلى ذلك لها وظيفة التنفيذ هذه ومحاولة مراوغة الشعور بالعجز. هذا أمر مهم، هذا وظيفة اجتماعية نفسية مهمة. نعم. إذا اسمح لنا يعني ابقى معنا قليلا انقل هذه بعض هذه الافكار لضيفي هنا في الاستوديو. استاذ محمد، اشار الاستاذ ايمن الى انه الكوميديا الساخره لكي تستمر ولكي يكون لديها مستقبل مضمون يعني لابد ان يكون لديها راس مال عالي، لابد ان يكون لديها يعني اليه انتاجيه يعني قويه حتى تستطيع ان تدعمها. هناك ايضا الشخص الكوميدي نفسه يعني يعرف ان ثمن هذه الكوميديا هو الأغلى وأيضا وظيفته هي الأعلى كما تحدث الأستاذ أيمن، وهناك يعني هو حامل لرسالة تنويرية يجب ألا ينزلق بها هنا أو هناك، ما رأيك؟ نعم، كما تكلم الأستاذ أيمن، البرامج الساخرة والكوميديا الساخرة البعض يفتكر أنها سهلة وأنها عبارة عن مجرد واحد ينكت أو تهريج أو كذا، بل العكس خصوصا في بلادنا من أصعب البرامج هي هذه البرامج الكوميديا، لأنك كيف تصنع من المأساة مادة للضحك. مثلا أنا عملت حلقة عن الألغام، طبيعة الألغام موضوع مأساوي وناس أشلاء، كيف تجعل من مادة وموضوع كالألغام وتبرزه إلى الناس بقالب كوميدي ساخر؟ هنا الصعوبة أنك تحول الأشياء الكبيرة والقضايا الكبيرة وتقدمها للناس بتفاصيل صغيرة، كيف تختزل هذه المفاهيم إلى قضايا صغيرة تصبح في متناول الناس وسهلة الاستيعاب. ففي اليمن إمكانية إنتاج البرامج الساخرة ما زالت صعبة جدا وإمكانياتنا محدودة، وأنا يمكن عرضت الغرفة اللي اشتغلت فيها كانت مفاجأة كبيرة، غرفة بسيطة، إمكانياتنا محدودة، دواكبنا محدودة، لا يعني لا توجد المعايير الإنتاجية في أي دولة من الدول، ولكن نحن لدينا هم كبير أنه لازم أنك تتكلم في هذا الوقت، ولازم أن يكون لك دور، ولازم أن توصل رسالة. فكانت الجهود الفردية والذاتية مع إمكانيات محدودة مع 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 تمويل بسيط يعني من القناة فأصبحنا نقدم هذا الشيء، اعتمدنا على الجانب المضمون أكثر من جانب الإبهار في الصورة، لأنه إمكانيتنا لا تسمح إلى الإبهار، ومع أن احنا خاصة نتمنى بعد الانقلاب يعني الكل ترك يعني أخذوا قنواتنا. نعم. وتعرف نحن كنا الباص يعني المجهز بجميع كنا نحن وأنت في استوديو واحد، تم مصادرة الاستوديو وتم مصادرة الأدوات، فأصبحنا نشتغل بالإمكانيات المحدودة. لكي تستمر هذه الكوميديا لازم أن 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 أن, أن تحافظ أولا على ذوق الناس، وكما قال الأستاذ أيمن لازم أن يكون هناك حس سياسي. أنا مثلا في برنامجي لا أتطرق كثيرا ولا إلى المواضيع التي هي مناطقية أو مواضيع دينية أو طائفية، أو أنا ما يهمني هنا مناقشة قضايا، لا يهمني الأشخاص بقدر ما يهمني القضية التي يتحدث عنها. يعني أتجنب بشكل كبير الدخول حتى في المسائل الدينية، لأن في الأول والأخير لست عالم، أنا شخص أقول رأيي ولكن بأسلوب بسيط، فلذا لا أدخل في القضايا لا مناطقية ولا دينية ولا كذا، فقط أنا أقول للناس أن تعبد الله كيف ما تريد، لكن لا تفرضش رأيك ومذهبك عليه. نعم. إذا أستاذ أيمن يعني كيف تقيم أنت الكوميديا السياسية في اليمن بالذات رغم كل الصعوبات التي تواجه طواقم المعدين والمقدمين أيضا؟ يعني تعرف بعد الانقلاب حدث يعني أغلب البرامج التي ظهرت هي من خارج اليمن، هل استطاعت أن تؤدي رسالتها كما يجب؟ طبعا كما يجب لا،
ولكن أنا متفائل طبعا، لأنه بالقياس الإمكانات والمشاكل، حتى المشاكل التاريخية، طبعا الكوميديا السياسية في اليمن لم أرصد أنا تاريخها جيدا، يعني لا حتى أستطيع أن أعطي يعني مفاصلها التاريخية، ولكن الآن كمواطن أنا أتذكر كانت المرحلة مرحلة فهد القرني، كانت مرحلة مهمة ولكن كانت عيوبها واضحة جدا، واستمرت تلك المرحلة بنفس العيوب ونفس الأخطاء ونفس الكوارث دون أن تتحسن مطلقا، وأحيانا انزلقت أكثر خاصة بعد الثورة. ولكن ما أراه الآن أنا خاصة في برنامج عاكس خط أنه في تحسن، يعني على سبيل المثال نزعة الوعظ هذه مش موجودة، المواعظ هذه اللي كانت موجودة تميز عادة الناس، طبعا السخرية السياسية التي كانت موجودة قبل الثورة كان أغلب رموزها هم من التيار الإسلامي، وهؤلاء يعني نوعا ما طعنوا الفن بهذا بسكين الوعظ هذا، ولكن الآن أنا لا أرى هذا، أرى أن هناك الآن نقاش يعني ساخر وفيه لمحات ذكية بعيدا عن الوعظ والكلام هذا كله. أيضا أعتقد أنه مع التجربة دائما الإنسان حتى على المستوى الفردي لابد أن يخوض التجارب حتى يتحسن، ما ينفعش واحد يتحسن هو بعيد كذا، يعني يخطط فقط هو جالس ما يجيش، لابد أنه يخوض التجربة. الآن هناك تجارب كثيرة، هناك تجربة برنامج عاكس خط مثلا، هذه التجربة تحتاج دعم، تحتاج نقد، أيضا هناك الكثير من الجوانب تحتاج إصلاح، يعني أغلبها هو تتعلق بالمسائل التقنية وبعض الأمور التفصيلية، فرق الكتابة، أشياء من هذا القبيل، ولكن بصورة عامة أنا متفائل، يعني أرى أن التجارب جيدة يعني لا بأس بها. نعم، إذا ما تفسيرك لازدهار مثل هذا اللون خاصة بعد ثورات الربيع العربي التي ربما أصبحت سمة من سماته؟ هذا صحيح، هناك طبعا عدة أشياء في بعد الثورة. أولا المجال العام انفجر، يعني مثلا نتخيل نحن في بلد مثلا مثل مصر، كان هناك برامج نقد سياسي بالمناسبة في مصر مثلا، كان في برامج نقد سياسي وقوموا فيها ممثلين زي الممثل أحمد آدم ومحمد آدم هذا الممثل المصري، ولكن كان دائما بحدود كذا متواضعة ويخاف يعني، ولكن بعد الثورة أصبح بإمكان الجميع أن يقول ماذا، أن يقولوا ماذا يعني ليشتوا. هذا كله فتح المجال العام أمام كل الأطراف، حتى أمام الناس اللي معهم فلوس ويستثمروا في هذا التعبير، يعني قدرة التعبير. الناس كانت من قبل الثورة قد وصلت لمرحلة إحباط، كل شيء بقى روتيني، كل شيء بقى معاد ومكرر، الكتب هي نفس الكتب، المقالات هي نفس المقالات، يعني في فترة كساد في آخر 30 سنة آخر 20 سنة في العالم العربي عموما وفي اليمن خصوصا، آخر 20 سنة كان في زي مثل مرحلة الكسد على المستوى الصحفي، على المستوى هناك جمود. بعد ذلك بعد الثورة عندما تحررت الطاقات ذهبت في كل اتجاه، ومن هذه الاتجاهات الجديدة كانت السخرية السياسية المباشرة والواضحة والتي ليس لديها أي سقف، يعني السخرية مباشرة من الدكتاتور ورئيس الجمهورية مثلا، هذا كان من قبل، يعني ممكن واحد يروح في داهية تطلعش عليه شمس زي ما يقولوا، ما يقول الناس في اللهجة العامية. نعم. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر طبعا هناك سبب آخر مهم، وهذا موجود في بعض الدول خاصة في مصر، أن رأس المال الذي كان متحالف مع النظام الذي تثار عليه الناس استثمر كثيرا في هؤلاء الذين لم يكن لديهم وعي كافي بخطورة ما يقومون به، يعني الساخر أصلا، المسألة مش فقط أنه فقط يسخر وينتقد، ممكن هذا يبقى شيء مؤدلج، شيء موجه، فالإنسان ضمن يبقى أيضا حذر في هذا الجانب، يعرف أنه يقدم رسالة ويستفيد من الإمكانيات ولكن يدرك أين يتم استخدامه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. أستاذ محمد، لو تساءلنا يعني أنه كيف ممكن أن تتحول هذه الموهبة الفردية إلى مشروع مؤسسي متكامل، اسمح لي أن أسمع إجابتك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، حط إضاءة هنا، شغل دي هنا، حط الكاميرا هنا، عادي نحن كذا بنطلع بالحلقات.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ محمد. استاذ محمد، يعني كنت سالت قبل الفاصل عن كيف تتحول هذه الموهبه الفرديه الى مشروع مؤسسي متكامل. كنا بعد الثوره مثلا في 2011 كان بدات الحياه والعملية الفنية بدأت تتكتم، بدأت فتحت قنوات كثيرة، صحف، بدأ الناس، المبادرة الشبابية أصبحت كثيرة، البرامج الساخرة والمشاريع الإعلامية بدأت تتشكل بشكل كبير. كنا عبرنا، حتى كان باقي مخرجات الحوار بس احنا كنا منتظرين والأمور بتعبر، يعني أصبحت كان في انفتاح كبير على وسائل الإعلام وعلى الإنتاج الإعلامي والصحفي، الى ان دخلوا الجماعه يعني اعادونا الى داحس والغبراء الى المعارك الى الزمان الغابر والمضراء، يعني والصراع على الحسين وام الحسين. يعني احنا عايشين في القرن 21 وادوات الصراع، واصبح العالم مختلف عما كان قديما، فاغلقوا جميع هذه الوسائل والصحف، واصبح راي واحد ماشي سوف تقمع وسوف يتم اغلاقك، يا تصفق لهم الى ماشي انت يعني مدري ايش ومن حقكم الاوسط. فاقصد كان قلنا بدانا في تجربه كبيره ونجحت الى بشكل كبير، نحن الان رجعنا. مثلا انا اعاني من عده اشياء في انتاجي. اولا انه بحكم الانتاج انني انتج في اليمن، صعوبه الانتاج، الاكسسوارات، الاضاءه، الفنيين، الى درجه ان الفنيين لا يتجرا ان يعني يشتغل معي أو أكتب اسمه أبو القعقاع، أبو المدري إيش، أبو، لأنه عارف أنه سوف يلاحق ويطارد. يعني أنا أكثر واحد بس أظهر نفسي في البرنامج، والباقيين بعضهم أسماء لا تظهر. المعلنين أيضا والتجار لا يتجرأ أن يعلن ويرعى برنامج كهذا، لأنه أنا بيلاحقوني بيصادروا أموالي وكذا. فلهذا مثل هذه البرامج يعني الناس تتابعها. مثلا في ناس تجار يقولوا لي نحن نتابع برنامجك أولا بأول، لكن لا نتجرأ أن احنا نعلن فيه، لأنه أصبح في هناك سلطة قمع وسلطة لا تريد إلا رأي واحد وسلطة فقط تسبح بحمدها. فلهذا مثل هذه البرامج وفي مجتمعنا يعني صعوبتها كبيرة، وأيضا السقف الذي نشتغل عليه يعني ليس يعني مداهنة أو كذا، نحن ننتقد نقد واضح، ولهذا كثير يتضرر من من من, من حتى الى درجه انه احيانا اذا محلات في صنعاء اغلقت بسبب وجدوا فيها عاكس خط، واحيانا مسكوا واحد يعتقلوا او كذا بسبب وجدوا مقاطع من عاكس خط مثلا في تلفونه. يعني سلطه القمع والارهاب الذي يواجهها الناس هي في نفس الوقت جعلت الناس تميل الى هذه البرامج، وفي نفس الوقت اصبح مخاطره انتاجها ومشاهدتها أيضا. نعم. طيب يعني هل تعتقد انه يعني ان هذا الحصار، يعني ان انا ان اسجن شخص لانه يتابع البرنامج او اغلق محله او لانه وجدت مقاطع في تليفونه، هل بسبب تاثيرك عليهم سلبيا؟ يعني هل وصلك مدى ما يتاثروا من برامجك؟ يعني احيانا بعض الحلقات يقولوا اوجعهم اليوم محمد الربيع، يعني ما مدى تاثيرك عليهم؟ انا الاحظ انه من الرسائل اللي تصلني من ناس حتى حوثيين، يقول عده اشخاص راسلوني بيقول والله انني كنت في الجبهه اقاتل مع الحوثيين، الى ان وجدت شاهدت برنامجك، عرفت كيف تدار اللعبه وكيف يتم استغلالنا وكيف يتم الضحك علينا. اشخاص كثير يعني واحد اخ يعني صديق لي قال ايضا ابن عمه كان يقاتل مع الحوثيين في ردع، ارسل له بس مجموعه من الحلقات، قال فتاثر من عكس خط، لانه عرف، لانه هو في الاول والاخير هؤلاء هو التجهيل فقط أثر عليهم، إلى أن يعملوا مثلا عملت حلقة عن فوائد العدوان. نعم. وهم بينشروا فوائد العدوان، وأن الحرب هذا أنزلت لنا الأمطار، وأن أصبحنا شعب كذا، والعالم بيذكرنا، بايش بيذكرك؟ فالناس بيروح يقاتل ويفتكر أنه يعني عمل إنجاز عظيم، لا أنت بتدمر بلدك فقط. فغسيل الدماغ الذي يواجهه هؤلاء الناس لابد من إعلام مضاد له، لازم من يوضح لهم. أنا مثلا شفت رسالة من في واتساب مجموعة نسوية أرسلها لي أحد الأشخاص، واحدة منزلة حوثيات يعني منزلة انتبهوا تشاهدوا هذا البرنامج، بعض الأسر بيقولنا بس إلا من أجل يضحكوا، لا هذا بيعمل لكم غسيل دماغ ومدري إيش وبيضحك على عقول عيالكم والمجاهدين
يعني مجرد الخوف ان الناس يتابعوا ويعرفوا الحقيقه يرعبهم، يعني ولا انت معك قنوات ومعك اعلام ومعك حتى برامج تسميها ساخره وكذا وتطلع تسب وتشتم، خلي الناس يتابعوا ويتابع هذا والناس يبقى تحكم، مجرد غلق وتكميم الافواه وانه حجب الناس لا يشاهدوا يعني بحد ذاته هزيمه. انهزموا امام برنامج ولا صحيفه ولا وانت بتقول لي المسيره الالهيه والقرانيه والله مؤيدك واي كذا وتخاف من منشور في الفيسبوك او في التويتر ولا برنامج ولا كذا. فاقصد انه مثل هذه البرامج وضحت للناس هشاشه مشروع هؤلاء. طيب محمد، يعني انت ذكرت ربما انه يعني معهم برامج يسبوا ويشتموا فيها، ما الفرق بين السخريه وبين او برامج السخريه وبين برامج الشتم؟ يعني بعض البرامج انا افتحها لا اطيق ان اكمل دقيقه الى دقيقتين يعني من كثر الابتذال الموجود، واستغرب يعني ان يكون هذا موجود في الاعلام ومعترف به انه اعلام وبرنامج ساخر. نعم، للاسف هؤلاء لا زالوا يشتغلوا بعقليه قديمه، يعني متخيلين ان الناس خلاص بايس معك ما عاد فيش معاهم عقول واصبح عقول الناس عباره عن اسفنجه يمتصوا كل حاجه. لا، أصبح المشاهد الآن يعي ويفكر والمواطن أصبح يناقش أكثر من السياسي الوضع. فلديهم برامج يطلع واحد يسب ويشتم وكذا وهول الخونة والملعون وكذا والإحاتة الغير لائقة وال يعني البذاءة وإلى أحيانا ألفاظ غريبة على مجتمعنا ويفتكر إنه هذا إعلام وبيأثر في الناس. لا، أصبح الناس، أنا كلمت أحد المذيعين في البرنامج قلت لهم في فرق بين الناس تضحك منك وتضحك عليك. هؤلاء الناس تضحك عليهم على ابتذالهم على الاستخفاف بعقول الناس بهم، إلى أنه يوصل يعني يخاطب الناس وكأنهم جهلة، يخاطب الناس على أساس أنه من أطفال بيستوعبوا كل كلام. لا، أصبحت الناس واعية وأصبح الناس تفهم. فإذا كانت الإمامة زمان قاموا بثورة وكان عدد المتعلمين بعدد الأصابع، فما بالك باليوم؟ هل تريد تجهل يعني شعب يعني قد فيه بالآلف والملايين متعلمين وخريجين جامعات؟ فهم ما زالوا يعيشوا بالعقلية الذي جالسين يصارعوا عليها، وهي العقلية قبل آلاف السنين. فهم ما استوعبوش تغير الناس، انه اصبح الان بل يعني باسم وهمي في الفيسبوك تاثر فالناس اكثر من حقك السيد والمدري ايش. صحيح. اذا ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ علي الحجوري الفنان والمسرحي من السعودية. مساء الخير استاذ علي. حياكم الله. حياك الله يا استاذ. اهلا بك استاذ علي. حياك الله. اهلا وسهلا فيك استاذ علي. يعني بدايه يعني كونك فنان وكوميدي معروف ولديك اسهامات معروفه ايضا في الساحه الفنيه اليمنيه، برايك كيف هي ردود فعل الناس من اعمالك الفنيه، خصوصا يعني وان عملكم يعد سياسي بشكل كبير؟ اولا اشكر لكم استضافتي في هذه اللحظات وطرق هذا الموضوع المهم، دور الكوميديا في صناعه الوعي، لأن المصائب والكوارث التي تحدث أمامنا الآن كلها سببها غياب الوعي. والله ما يشكل الوعي إلا الإعلام. وأيضا أبعث بتحية حب وشوق للأستاذ محمد الربع، هذا الشخص الذي بعض الناس ربما يقيسه من خلال برنامج عاكس خط، لكن الرجل يحمل رؤية واضحة لما سيعمل، رجل مثقف من الطراز الأول، وستصل رسالته رسالة كل إعلامي حر. أما بالنسبة لردود أفعال الناس أو ردا على السؤال، والله شوفي، دائما الذي يمشي عكس التيار سيصل للمنبع. وبما أنك تصرخ بالحق لابد أن تجد معارضين، ووصل المعارضة إلى درجة إهدار الدم، وأنا معي في الجوال ملف خاص بس بالتهديدات والتصفيه الجسدية. فهذا هو أمر طبيعي، أمر طبيعي كونك تصرخ بالحق، تصرخ مع المظلومين، ستجد المعارضة يعني. نعم، إذا ما أهمية برأيك أن يكون الفن الساخر والكوميدي متسقا أيضا مع القيم الوطنية؟ القيم الوطنية هي مشتركة مع القيم الإنسانية، ما حد يختلف عليها. والقيم أو الفن إذا لم يكن ذا رسالة وذا قيمة ما يكون له أي، يتحول الممثل إلى مهرج يعني لا قيمة له في المجتمع. هذا أولا. ثانيا، بعض الناس يلومنا ليش تضحكوا وتضحكوا، نحن نذبح، نحن تضرب البيوت تدمر. كنا نحن يعني نضحك من شدة الألم، ودور الإعلام
كالملح الذي يؤلمك لكنه سيكون علاج لك، يعني بسبب ما تشعر به من ألم ويقتل البكتيريا والفطريات والبلاوي. هذا هو الإعلام. والله ما وصلنا إليه اليوم من وضع مزري هو أننا أهملنا دور الإعلام وكنا ننظر له يعني دور ثانوي. تخيل يا أختي الآن كم عدد القنوات اللي مع الشرعية، ولم تستطع هذه القنوات باجتماعها أن تنتج مسلسل بحجم المرحلة التي نحن فيها. في جهود ذاتية أو فردية بالأصح من الأستاذ محمد الربع أو الأخ الأستاذ محمد الأضرعي وبعض الفنانين والأخ علي السعداني، ما أريد أن أنسى أحد، كلهم ساهموا من خلال الفلاشات والمشاهد في صناعة وعي، لأنه مصيبتنا هو غياب الوعي. نعم. إذا يعني على هذه الأهمية نعم على هذه الأهمية أستاذ علي، ربما يعني سؤال طرحنا للأستاذ محمد قبل الهواء يعني بالإعلان الترويجي للحلقة، أنه لما لا يتم يعني إنتاج هذه البرامج إلا في رمضان، يعني على هذه الأهمية لتصحيح الوعي ولرفع مستوى الناس ليعلموا ما الذي يدار حولهم، لما تتم فقط في شهر رمضان وتغفل بقية السنة؟ والله أولاً لن تجد شخص، يعني كانت القضية هذه سائدة في كل القنوات العربية، مش في مثلا في القنوات اليمنية، إنه رمضان يصبح موسم، حتى لن تجد شركات الإنتاج إلا حتى الآن. محمد الربع لو أنتج عمل لن تشتريه قناة إلا في رمضان عشان تبثه، لأنه كأنه أصبح موسم، رغم إن احنا في معركة ونحن محتاجين إلى الكلمة وإلى البرنامج وإلى المشهد، لكن الحين لو ينتج محمد الربع او اي فنان عمل ما حتلتفت له اي قناه الا في رمضان، يقول لك هذا هو الموسم. نعم اذا ربما وعند الفنان سالونا قالوا يا اخي ليش تروحوا تروحوا في السهيل قناه السهيل؟ قلت هي القناه الوحيده اللي صيحت لنا، احنا اي قناه حنشتغل معها كان وهي رساله واحده يعني. نعم. طيب أستاذ علي، يعني ربما الحديث ساقني إلى سؤال، يعني طالما يعني هذه المرحلة نحن في مرحلة خطيرة كما تفضلت وعلى أهمية هذه البرامج، برأيك لما لا يوجد مثلا مسرح جماهيري مفتوح في المحافظات المحررة يخدم القضية الوطنية في هذه المرحلة التي تمر بها اليمن؟ والله هذه مسألة المحافظات المحررة شطرح تحتها 20 علامة استفهام، يعني ما أدريش الآن هو يعني إما أن القائمين على الأمر سواء من مسؤولين أو من وزراء إلى اليوم لم يدركوا قيمة الإعلام وقيمة تشكيل الوعي وأنه جبهة لوحده إن لم تكن أهم الجبهات في المعركة اللي إحنا الآن نقوم بها، فينظرون إلى المسألة على أنها تسلية. يعني حتى الذين يدركوا أهمية الإعلام وأهمية هذه البرامج وأهمية المسرح، ولو كوك عبارة مستهلكة شكسبير أعطيني مسرح أعطي لك شعبا مثقفا، قيمة المسرح الآن أن يكون هناك مسرح مفتوح لتشكيل الوعي من جديد هم ربما لا يدركون أهميته أو يدركون بس يكون لم يكون أصحاب قرار. نعم. إذا دعني نقول هذا التساؤل محتاجين يا أستاذة إلى قرارات جريئة وفي هذا الجانب. نعم دعني نقول هذا التساؤل لضيفي محمد، يعني خاصة أنه عمل في أحد مواسم عكس خط من مأرب والموسم الآخر من حضرموت، هل تجد أن هناك مساحة حقيقية لعمل مسرح جماهيري إذا التفتت الحكومة الشرعية لأهمية مثل هذه الفكرة؟ نعم هناك مساحة وهناك تقبل من الجمهور. أختي أنا بزور بعض المناطق في سواء في مارب أو في نهم أو في ميبي أكثر زياراتي، لا ما تتخيل التعطش الموجود عند الناس للصوت الإعلامي للصوت الحر لمن يلامس همومهم مشاكلهم من يوصل رسائلهم إلى الناس إلى العالم، عندهم تعطش. بس الخلل في من يعني من أصحاب الأمر وأصحاب القرارات هم، يعني ما أنا أدري في أبراج عادية ما همش عندنا أبداً. إذن طالما قد أجبت على سؤالي الذي كان موجه لضيفي محمد الربع، أشكرك كل الشكر أستاذ علي الحجوري الفنان والمسرحي، كنت معنا عبر الهاتف من السعودية وأستمع إلى إجابتك أستاذ محمد. خلاص جاوب ما تجاوبش سؤال غير إذن أنت أستاذ محمد، يعني
هناك فعلا أهمية لمثل هذه البرامج التي لا تظهر إلا في رمضان؟ هل فعلا ما طرحه الأستاذ علي من أسباب، هل تجد أنها يعني منطقي أم أن هناك أسباب أخرى تدعوكم للاكتفاء بشهر رمضان؟ هل هناك صعوبات أخرى تواجهونها حتى لا يتم الإنتاج إلا في رمضان؟ لا لا لا، العمل الإعلامي ومثل البرامج كما تحدثت أنه مكلف ويحتاج إلى جهد. مثل برنامجنا، أنا قلت لك في برنامج احتجت إلى رصدنا واستعرضنا 10,000 ساعة بث، تحتاج فريق إعداد كبير. أنا مثلا كان معي فريق اللي كنا في صنعاء، الآن معظمه في السجن ما زال مسجون يعني، فضريت عندما انتقلت إلى مأرب. هذا اللي الفريق اللي كانوا قبل الانقلاب. قبل الانقلاب، نعم. اللي كنا نشتغل. بعد عندما انتقلنا إلى مأرب كونت لي فريق جديد يعني يشتغل، وتلاقي صعوبة أنك تحصل الكفاءات اللي تفهم ما تريد، ايضا الادوات والاجهزه، وبالاضافه الى ان كل شيء يعني محتاج تكاليف من عمليه الانتاج. فاحنا مضطرين الا ان نشتغل الا في رمضان لعده اسباب، مع ان الرساله محتاجه طوال العام، ولكن صعوبه كما، وبالاضافه الى ان القنوات لا تهتم، يعني اقصد يعني الشرعيه او غيرها لا تهتم مثل هذا البرامج، ولا وليست من اولوياتها، مع ان يعني احيانا مثلا الاستاذ علي رعاه الله عمل مشهد لي عندما هم في الصرافه، وبيقول من معه صراف، من معه حوالات من ايران، وكلهم ما فيش معهم ولا واحد. مشهد مثل هذا اثر في الناس انه بالفعل هذا ايران، احنا جالسين هؤلاء يقاتلوا على ايران ومن اجل ايران، مع انها ما احنا لا معنا جاليه عندها ولا معنا مصلحه منها، ولا بتمد ولا لا قبل ولا بعد يعني ابدا، لا مدرسه ولا طريق ولا عملت لنا حاجه، فقط شويه اسلحه ترسلها للجماعه يقتلون بها. ما هي المصلحه الى انه قاتل عشان ولي الفقيه ولا عشان ما ادري ايش؟ فاقصد مثل هذه المشاهد البسيطه يعني والدراميه تؤثر في الناس اكثر من احيانا من ابلغ من محاضرات وابلغ من خطب. نعم، اذا يعني ربما هناك سؤال، ما هي اكثر حلقه شعرت انها اثرت بك انت شخصيا قدمتها؟ انا بالنسبه لي يعني كان في الموسم الماضي حلقه انا ميري يعني جدا مؤلمه، يعني لم استطع الضحك فيها من شده الالم، يعني المقطع كان جدا مؤلم وادائك فيه يعني كان يوخز الشخص اكثر يعني بذلك الصوره وتكرار في الاغنيه انا ميري. انت بالنسبه لك هذه من ضمن الحلقات، لدرجة بعد الحلقة اتصل لي أحد أفراد الجيش من صنعاء وهو يبكي، قال والله ما حسيت بالمرار إلا عندما شفت الحلقة، وحسيت بالفعل كما إحنا أصبحنا عيب عليك أنا ميري، يعني كف أهان الميري هذا اللي كان له هيبته، وكف أتوا ناس أهانوا هيبة الميري وهيبة العسكري وأصبحوا يعني جعلوا منه يتسول لقمة عيشة أو راتبة. ايضا من الحلقات وهي صناعه القداسه، الذي وجدت انه عندما عند شرحت فيها كيف يصنعوا عبد الملك الحوثي مثلا، هذا كيف يصنعوه على اساس انه هذا شخص ما فيش له مثيل، وقلت لك شرحت فيها حتى الحوثي نفسه اذا لم يقتنع اقل شيء قلت خلاص بيحرك يعني قد رميت البذره في عقله بيجي غيرك يسقيها، اصبح انه بيفكر لا صح ليش بيحجبونا عنه، مع انه احنا تبعه من قاتل عشانه، وليش ما عاد، فأصبحت هذا من الأشياء. هذا العام أيضا موضوع الزينبية أو حلقة الزينبية الذي كان عنوانها خدعوك بقولهم زينبية، وحتى هم يعني ردود الأفعال منهم كانت شديدة بالنسبة له والشتائم والكذا، وأنا حاولت أظهر فيها أني لا يا أم يا أخت لا والله لاني يعني يلتفتوا لك وقت يخلص الغاز ولا عندما تمرضي ولا كذا، لكن يلتفتوا فيك وينتبهوا لك اذا هم اشتوا ذهبك وفلوسك وتضحي بابنك. فكانت رسالتي انا احاول انني لا عندما اخاطب الناس لا اخاطبهم من هؤلاء خصم، لا هم في الاخير ضحايا مثل ما غيرهم، تجهيل زي ما اخبرتك. فانا قلت لا يا ام لا يا اخت، هذا انت ملكه، انت بلقيس، انت اروس، انت كنت وانت مش انت بس ام شهيد، ولا تصدقيش ان بموت ابنك تزغردي ان هذه هي الحياه، لا ابنك خلق ليعمر الارض وليس ليقتل. نعم. فكانت هذا من اكثر الحلقات الذي اثرت في الناس. نعم. محمد اخيرا يعني في دقيقه، قيل ان البرامج الساخره او الكوميديا السياسيه هي ربما منصه لاصطياد اكبر عدد من المتابعين، وربما يعني تتهمون دائما بهذه التهمه، انت تريد فقط تحصد اللايكات او المتابعين او المشاهدين بالاعمال الساخره التي تقدمها، كيف ترد؟ أعتقد في وقتنا الحالي موضوع الشهرة أصبح سهل، ممكن أي واحد يشتهر بسهولة، ممكن تعمل شيء نشاز
واشتهرت، اعمل اي شيء زي بعض الشباب اللي يعملوا واشتهر واصبح الناس يتكلموا عنهم. ليست المهمه الشهره ولكن المهم هو النجاح، ان تقدم شيء يفيد الناس، ما شئت ما تصبح ظاهره يوم يومين واختفيت. ولكن ان تستمر في تقديم رساله هادفه للناس، وهنا الصعوبه انك تظل تغرس مفاهيم وتقدم رساله هاتفه. اما موضوع على الشهره عادي، ممكن الان اعمل يعني الذي بال في مسجد الرسول جالس نذكره لليوم، هو مشهور ونذكر احاديثه لليوم، اصبح هذا الشهره امر سهل حتى في عكس الخط. صحيح. لكن المهم هو تاديه الرساله واستمرار في النجاح وتوعيه الناس، لان اصبح الناس يعني ذائقة الناس اختلفت، ولن يعني ومستواهم ايضا نعم اختلف. فاما الزبد يذهب جوفان وما يبقى ولا يبقى الا ما ينفع الناس. نعم. اذا الاعلامي محمد الربع، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في حلقه اليوم من المساء اليمني. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان التقيكم في الاسبوع المقبل من المساء اليمني، كونوا برعايه الله وامنه.